فينبغي عليك أن تحرص على نشر السنة. قد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وليحتسب الإنسان الأجر في كل علم يعلمه وأمر يبلغه وفائدة يذكرها، يحتسب الأجر أنه بهذا يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينشر الخير، وأنه ربما كان سببا في عمل صالح يعمل من خلاله ما علم، فيكون له مثل أجره.